كاب اف ام الكلمه ليك. نعم اكيد جدا، وخاصه وانه ثم اليوم حكومه جديده اللي عاتها امل. شو انتم موقفكم من الحكومه هذه؟ هل تعطيها شيكون بلون ولا باش تضغطوا عليها باش تاخذوها كيفاش؟ شيكون بلون ما تعطيه لحد. شيكون بلون عمره ما نعطيه شيكون بلون. لا شوف، احنا يقولوا بريجوجي فافورابل، معناتها فكرة أولية إيجابية، معنا نقولوا هذا معناتها حل أنه تخرج هالترويكا اللي هي سامحوني في الكلمة نقولها بكل صراحة عنوان الفشل، معناتها واليوم جيتنا حكومة جديدة. مش نشوفوا سي مهدي جمعة الوزير الأول، مازال ما هوش مكلف هو، ولكن المرتقب نقوله ولا علاش ما كلفوش لحد الآن، رغم اللي قالوا نهار الأربعاء باش يبدا يعمل التور دو تابلو نتاعو. نورمالمون يلزمو اليوم يلزمو يكلفوا رئيس الجمهورية مشات بن قردان البارحة، احنا خايفين لا يكلف حد من ليبيا مرة واحدة. كان المفروض يكلفوا ولا نعطيه معناها يصير لنا المو مش هو هذا في احسن حالات. يبدا يكون حكومته ونشوفوا طبعا الحكومه اللي مش يكونها يلزم يعطي اشارات معناتها قويه ان الحكومه هذه مش تكون حكومه مستقله باتم معنى الكلمه، انه مش يكون فيها كفاءات وطنيه يحاولوا يصلحوا ما امكن من اصلاحه. وانا نعطي فكره هوني، راهو ثم ناس يقول لك الحكومة هذه مش ماشي تعملوا كذا، صحيح ما هوش مش نجم تبدل حاجة كبيرة في الحياة اليومية للمواطن، لأن الوقت يمكن ما يكفيش، ولكن راهو لازم تبدأ بالإصلاحات الجوهرية. وأنا نقول لكم الحكومة هذه لازم تكون عندها أكثر سند، لازم كامل الأطياف في المشهد السياسي يسندوها، وسي مهدي جمعة زاد عنده راهو مسؤولية في هذا. معناتها اليوم حكومته معناتها ممكن الحاجة اللي ما خرجتش في الحوار الوطني بصفة معناتها واضحة، أنه التوافق اللي وقع حول سي مهدي جمعة توافق ناقص شوية، ثم أطراف سياسية ما كانتش معناتها موافقة مين فيها، وهذا حقها ونحترمه موقفها. وسي مهدي جمعة عنده مسؤولية أنه يعطي رسالة قوية ويرجع ويحاول يتحاور مع الناس الكل ويرجع توافق أوسع حول حكومته. يلزم التوافق ونحسن. لا علاش؟ لأن وقت اللي يبدأ توافق واسع وتسندها جميع الأطراف وهي حكومة مستقلة وما عندهاش معناتها أجندة انتخابي حاشة، هذاك فين تجم تبدأ في الإصلاحات؟ لأن راهو ساعات الإصلاحات ما يصيروش لأن الحكومات عندها أجندات انتخابية، وثم إصلاحات اللي تبدأ هي غير شعبية، وهذا معروف في العالم كامل، ومش كان في تونس. معناتها تعرف اللي وقت اللي حكومة تاخذ حتى 5 سنين، العامين 3 الأولين يبدأوا في الإصلاحات، والعام الرابع يقول لك هيا مدخلين الانتخابات. ها يبدأ يحضروا في عادة الانتخابات. آخر سؤال سوفيان عندك. هو بعدين هو كان سي عزيز سني اللي كتب لاسانسور سوسيال ايتونبان جي بخي ديسكالي ان اكسلون ليفل بالحق. صحيح. انا حاب نقول له يعني مع حكومة المهدي جمعة اون برون ليسكالي اكثر منه حاجة اخرى، يعني والاسكالي يخليك تشوف طول النفس، تشوف الانسان وقت يزمو ترتاح يزمو تراقبوا، يعني عن قرب يعني هل مش كونوا تراقبوا، يعني انتم عاطين بريجي فورابل كما قلت له، لكن كذلك كما قلت توانسه معناها اقرا سلطه وشد حاجه في يدك، بون شد مراقبه في يدك. اي لا احنا 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 معناتها ما ثماش كما قلت انت شي كومبلون، باش نراقبوا الحكومه هذه. اذا كما قلت لك اذا سي مهدي جمعه قدر انه يكبر التوافق حول حكومته، اذا احنا اللي نسمعوا فيه بعض الوزراء اللي موجودين اليوم هل سيقع، انا نخيروا الحق بتاع ربي انه سي مهدي جمعه يعمل حكومه جديده ما يدخلش الشك في قلوب التوانسه. وحتى اذا وزير اداؤه ما هوش خايب، ما ثماش شخص واحد في البلاد هذه، تونس عندها كفاءات ويلقى
ويلزم يعطينا حكومة مستقلة بأتم معنى الكلمة ما عادش يجم يشكك فيها، ويلزم يتبع خريطة التاريخ معناتها ثم مشكلة التعيينات، يلزم يكون رئيس حكومة في حد معناتها في المسؤولية ويعطي رسائل طمنة للتوانسة وللمستثمرين التوانسة والأجانب باش ترجع الحركة الاقتصادية وباش ترجع العمل التوانسة وباش نمشيو للانتخابات حرة وشفافة. راهو الانتخابات مهمة ولكن راهو ماهيش اون بيتون سوا الانتخابات، معناتها اليوم لازم اصلاح المنظومة ككل، المنظومة كاملة. وانا نقدر ان اذا حكومة عندها السند اللي يلزم وحكومة ما هيش مش تقدم الانتخابات تجم تقوم بإصلاحات اللي يمكن الحكومات اللي قبل ما نجمش تعملها. كاب اف ام الكلمة ليك.